حدود 20 سيارة وبعضهم شايلات دبابات، دبابات شايلات بالصواني شايلين دبابات. خروج رتل من معامل الدفاع اتجاه خناصر. الله أكبر الله أكبر. انا اخوي انا هون ابو صالح بقول دبابات بصواني شايلات محدود 6-7 دبابات اخوي. اخو كم وحده؟ الساعه نطلع بس دقيقه بس الساعه نطلع من عدن اخوي من عدن. كهي بالارض ثواني طلعت ثواني بس دقيقه بيات دبابات دبابات الله اعلم دبابات شباب دبابات هي الثالث دبابة هذيك الرابعة هذيك الخامسة طلع حماد تم راغب لي نقطة بين اخوي الوضع علينا خمس دبابات اخوي اللي في سيارة عم يجيب انك تفرج سيارة جايب من هنيك تفرج تفرج وطي شباب هذيك دبابة الله أكبر الله أكبر ورا بعض يا شيخ الله أكبر الله أكبر قنص أحد هذا المطب هذا المطب هذا المطب يا شيخ أصدره الله أكبر يقول له إيه يا أخي إيه زاق الصاري زاق أنا أغنى في يا شباب ما نمسوي شيء يعني أنا عايش بتسألك بأ الله إيش سويت أنت بعيد الله أكبر الله اكبر والعزه لله بنص الظهري الله اكبر 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 لا كاميون الله أكبر ستقوم الآن كتيبة فتح الإسلام بضرب أحد سيارات النظام الله أكبر عمم دوشكم عمم 23 راسبكم أنا يا شباب راسب خليه عمم اللي بيدوشك 23 وقف الخزانات وقفت الله أكبر الله أكبر انزلوا انزلوا انزلوا